هل تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقتل إلا رجل واحد في حياته كاملة؟ فمن هذا الرجل؟ ولماذا قتل على يد النبي؟ اضغط لايك واشتراك ويلا نبدأ. كان هذا الرجل يعيش في مكة، كان كلما رأى الرسول يقول له: يا محمد، إن عندي فرس أعلفه كل يوم لأقتلك وأنا عليه. فيرد عليه الرسول عليه الصلاة والسلام: بل أنا من سيقتلك عليه إن شاء الله. وفي غزوة أحد بعدما انتشر مقتل النبي، فظهر الرسول في وسط المعركة ليبين لهم أنه ما زال حي. وهنا اقترب هذا الرجل وهو يقول: أين محمد؟ لا نجوت إن نجا. فأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام رمحا من الحارث بن الصمة وضربه فطعنه في رقبته ووقع من فرسه، وكان قد خدشه خدشا بسيط. وعندما رجع إلى قريش كان يقول: قتلني والله محمد. فقالوا له: ما بك من شيء، إنك تهذي. فقال الرجل: قد قال محمد أنا أقتلك، فوالله لو بسق علي لقتل. سبحان الله، يعرفون الحق ويصدقون محمد ورسالته، ولكن ما منعهم إلا الكبر. وفي النهاية من يعرف اسم هذا الرجل يذكره لنا في التعليقات.